انا صبايا الحين انا لو بدي اضيف صوره، اضيف صوره على اللي هو الفوتوشوب، في عندي عده طرق، منها اللي هي فايل اوبن والى اخره. طريقه سهله وسريعه، بروح على الصوره نفسها في المجلد اللي عندي او اي مكان، بمسك الصوره بسحب بسحب بسحب، باجي عند الفوتوشوب بستنى انه الفوتوشوب يشتغل، ما بسيب الماوس، ما بسيب الماوس. وين بسيب الماوس؟ بسيب الماوس وين؟ في وين؟ في على الملف سطح المكتب. هذا انا ثاني ايش بيطلع لي؟ هذا بيطلع لي ايش؟ نسخ بلس. اذا انا فاتح صوره قبل هيك وسبتها عليها، لاحظ ايش بيعطيني؟ بس بلس، شايفينه؟ بيعطيني بلس على المؤشر. هيضيفها وين؟ فوق الصوره القديمه. يعني هاي سبت، هيضافها فوق الصوره القديمه. انا بدي شيء اضيفه في الصوره القديمه، اوكي؟ وين بدي اضيفها؟ بدي اضيفها، بسحب زي هيك، طلع هاي الصوره، بسحبها اروح على الفوتوشوب، بستنى، بضلني ماسك، انا مش فلح. بطلع فوق، شايفين المنطقه هذه يا صبايا؟ اجي اعطاني بلس نسخ، بلس نسخ، بسيب بينتج لي تاب جديد. بتعرف التابات، نظام التابات، التابس اللي على اللي هو البرنامج، تمام؟ التابات اللي خاصه ببرنامج الفوتوشوب، اللي من خلالها انا بقدر ايش اعمل اللي هو افتح اكثر من صوره على البرنامج، وبالتالي بقدر اني اصمم الصوره، تمام؟ هاي هذه اليه عمل اللي هو ادراج صوره، تمام؟ ادراج صوره. خلينا نكمل نستخدم بعض الشغلات الاضافيه هنا في الادوات. صوت المكتب برضه.